على كل حال، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيد الممثل الرسمي للمجتمع المدني والسيدة الفاضلة، مرحبا بكم في هذه الولاية المضيافة والولاية المجاهدة. سيد الأمين العام، سيد رئيس المجلس الشعبي الولائي، أو تكون إن شاء الله مجلس الشعبي الوطني، ولماذا؟ النواب بن غرفتين، المجلس الأعلى للشباب وما أدراك من الشباب، الجمعيات المنظمات خاصة الأسرة الطورية، وأنتم كلكم تنتمون لهذه الأسرة من التاريخ، ونحن ما زلنا في الذكرى 61 لعيد الشيخ لو الشباب. لكن ابني كانت سهوا ممكن، لما أنت معدول في الأسرة الطورية، لأن شوية غيضين شوية، لكن معدول إن شاء الله، لأن أنت من أهل هذه الأسرة التاريخية أولا وقبل كل شيء، وأنت سيد الأمين موجود في هذه الولاية المجاهدة الذي أعطت صفعة للرجل الأول وهو الجنرال ديغول في الستينات، هذه الولاية الفاتية. اليوم من ملتقانا هذا إن شاء الله، المجتمع المدني من طرف سيد رئيس الجمهورية أطال الله في عمره، الذي وعد الشعب يوم انتخابه ليوصل الجزائر لبر الأمان بالأمن والاستقرار، ونحن فيها اليوم. مجلس الشعب، مجلس الأعلى للشباب، مجلس الأعلى للمجتمع المدني، وإن شاء الله غادي يكون مجلس الأعلى للمستثمرين إن شاء الله عند قريب. الجزائر بخير والحمد لله، الجزائر بخير والحمد لله والشكر لله. صمحة الجزائر في العالم بشري هشام، منتهى البغي الدائم في المجلس الأمن الوطني، الأمن الدولي العالمي، ولها أثر آخر من التاريخ. الأمير عبد القادر رحمه الله هو من سمى الدولة الجزائرية الحديثة. ها نحن اليوم عاصمة موسكو تحتضن رمز الجزائر، هذا شرف للأرض الشهداء، كما قال سيد رئيس الجمهورية، الجزائريون ولدوا أحرار ويموتون أحرار ويبقوا أحرار إن شاء الله. سيد الأمين الممثل للمجتمع المدني، راك في ولاية المجاهدين دي ولاية عين تيموشنت، إن شاء الله المجتمع المدني الرسمي ينطلق من هذه الولاية الفاتية، لأن كلهم، كل النقابة، كل الجمعيات، كل التحديات إلا متفق بهذا القرار نتاع المجتمع المدني في ولايتنا هذه. ونشكر كل المديريين الحاضرين هنا أمامكم، ربي يطول في عملكم إن شاء الله، ولا ننسى